أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق الله العلي العظيم. زيارة الأربعين بهذه العظمة تستحق أن يتحدث المتحدث عنها أسابيع وأشهر، لكن حديثنا في هذا اليوم ليس عن زيارة الأربعين أبدا. حديثنا بإذن الله تعالى عن حديث شريف مركز عظيم جدا، ولكن لكي نستوعب جانبا مغفل عنه من هذا الحديث الشريف، أذكر بعض النقاط عن زيارة الأربعين كمدخل إلى فهم هذا الجانب من الحديث الشريف. بعض النقاط السريعة: النقطة الأولى، أنتم الذين ذهبتم ووفقتم وتشرفتم بزيارة الأربعين، زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في الأربعين، كم شخصا تعرفونه وكم شخصا تعلمون أنه فقير مدقع، فقير بفقر شديد، وهو يضيق على نفسه لكي يصرف بعض أمواله في خدمة الزوار، كم هم؟ كم تتوقعون أنهم؟ عشرات الآلاف قطعا أكثر. لعله الإنسان لا يكون مبالغا إذا قالهم بمئات الآلاف الذين يضيقون على أنفسهم طيلة أيام السنة ليجمعوا بعض الأموال ويصرفوها على، ينفقونها على زوار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. عشرات الآلاف حتما، لعله مئات الآلاف الذين ذهبوا في طريق المشاية يرون العجائب في هذا المجال.
لكن عندما يحدث زلزال، عندما يحدث إعصار، عندما تقوم حرب، عندما يحدث حريق كبير، بعد أيام قلائل يظهر الإعلام ليركز النظرة إلى شخص أو شخصين أو ثلاثة أشخاص. هؤلاء ضيقوا على أنفسهم رغم فقرهم وأنفقوا شيئا من الأموال على المتضررين بالزلزال، المتضررين بالإعصار. عادة هكذا، منذ سنوات رأينا هذا الشيء، شخص فقير جمع بعض الأموال لينفق على هؤلاء المتضررين من الحرب، من الإعصار، من الحريق، والإعلام يركز، وعشرات الآلاف إن لم يكونوا مئات الآلاف الإعلام لا يعرف عنهم شيئا، يعرف يتغافل، مع أن قصة كل واحد من هؤلاء أروع وأجمل وأفضل بكثير من قصة أولئك. الذين ذهبوا رأوا، أنا لا أنقل شيئا خافيا على كثير من الزوار، لا، رأوا بأعينهم الشخص، أجلكم الله، لا يملك، أجلكم الله، حتى نعالا، ويطعم الزوار ذاك الإطعام الكبير. معنى ذلك أنه سنة كاملة ضيق على نفسه بهذا الحد ليطعم أو يخدم بأمواله الزوار أي خدمة. هذا الإعلام لا يعرف عنه شيئا، ينساه بل يتناساه، يعرف ويخفي، ولكن شخص واحد هناك في طرف في زاوية من العالم الإعلام يركز عليه ولا يرى هذا الإنفاق، لا، هذا الإيثار الكبير، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بالفعل هكذا المصداق البارز في زماننا لهذه الآية المباركة، هؤلاء يؤثرون إيثار، هذا أيما إيثار، سنة كاملة يعيش حياة صعبة، يتمكن أن يصرف هذه الأموال في شأنه، يجمع شيئا فشيئا، سنة من التعب، سنة من التعب، بدلا أن يأكل طعاما عاديا يأكل طعاما عاد دون العادي. هذا الإيثار العظيم العالم لا يعرف عنه شيئا، الإعلام كأنه ما رأى شيئا. نقطة ثانية حتى نصل إلى الهدف من هذا الحديث، في هذه السنة بصورة خاصة هناك تركيز من الإعلام على حوادث السيارات في طريق الزيارة، وعلى الذين قتلوا واستشهدوا في هذه الحوادث. تركيز من الإعلام العالمي، الإعلام البريطاني، الإعلام الأمريكي، الإعلام الفرنسي، من الإعلام تركيز، حادث سيارة في الطريق من البصرة إلى مثلا العمارة، قتل في هذا الحادث شخصان ثلاثة، حادث آخر في طرق مدن الشمال في العراق، حادث آخر هنا، تركيز عجيب. حقا غريب، غريب يا أخي، في كل العالم
يوميا مئات الآلاف من الحوادث تحدث. طبعا كثير من الحوادث لا تترك قتلى، الحوادث التي تترك قتلى بالآلاف يوميا، بالآلاف في كل البلاد. الإعلام البريطاني كأنه نسي أن في بريطانيا نفسها يوميا بالآلاف حوادث سيارات، وكثير منها تترك قتلى. كأن الإعلام الأمريكي لا يعرف حادث سيارة يحدث في أمريكا مثلا. في كل بلاد العالم توجد حوادث سيارات وتترك قتلى، كأنهم لا يعرفون شيئا، يركزون أي حادث سيارة حدث في طريق الزيارة، هناك حدث حادث سيارة، شخص قتل، شخصان قتلا. بعض الأشياء مفتضحة، بعض الأشياء مكشوفة، أنهم يريدون أن يغيروا اتجاه الإعلام، لا يريدون أن يركزوا على زيارة الأربعين، يريدون أن يغيروا النظرة إلى زيارة الأربعين. كيف؟ في قلوبهم مرض، لا يعرف كيف يتصرف، يتصرف تصرفا مفتضحا، تصرفا مكشوفا خليعا. إخواني، حسب الإحصائية الرسمية من الأمم المتحدة، الذين يقتلون في حوادث السيارات في العالم كله طبعا يوميا أكثر من 3560 شخص، هذا في كل يوم، في كل يوم كمعدل، طبعا كمعدل يومي، في كل يوم يقتل في حوادث السيارات في العالم أكثر من 3560 شخص، أكثر. يعني في خلال شهر واحد حوادث السيارات في العالم تترك أكثر من 107,000 قتيل في الشهر، طبعا أكثر من 108,000، ولكن باعتبار عدد 3560 ولا هو العدد أكثر، أكثر من 107,000 قتيل، قتيل غير الذين يتضررون بأضرار ثانية. في كل شهر خلال شهر واحد يقتل في حوادث السيارات في العالم أكثر من 107,000 شخص حسب إحصائية الأمم المتحدة، إحصائية رسمية. خلال زيارة الأربعين تقريبا فترة شهر، حسب هذه الإحصائية المفروض أنه يقتل من بين 30 مليون زائر، إذا قسمت الحسبة سهلة، إذا قسمت هذا العدد على 30 مليون زائر، المفروض أنه خلال شهر يقتل في حوادث السيارات ممن اشترك في زيارة الأربعين. هؤلاء 30 مليون المفروض أكثر من 400 شخص يقتل في حوادث السيارات حسب هذه الإحصائية. يعني لو كان قد قتل من زوار الأربعين، زوار الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في فترة الأربعين، في فترة هذا الشهر، لو كان قد قتل 400 شخص أو أكثر من 400 شخص بقليل، لكان الوضع طبيعيا جدا، يعني مثل بقية بلاد العالم، مثل بقية الأماكن. كم شخصا قتل في زيارة الأربعين في حوادث السيارات؟ قريب 100 شخص، لا استصغارا بأرواح هؤلاء المؤمنين، شخص واحد روحه لها قيمة، دمه له قيمة، هذا مؤمن، هذا زائر، لا استصغارا. ولكن أريد أن أقول أن الذي حدث في فترة زيارة الأربعين لهؤلاء الزوار كان أقل بكثير، أقل بكثير مما يحدث في العالم. هذه الإحصائية. الله يحفظ زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله نرى يوما لا يقتل ولا شخص واحد في حوادث السيارات. ولكن هذه الإحصائية مع أنه العدد أقل مما يوجد في بلاد العالم، العالم يركز، هنا قتل شخص،
هنا قتل شخصان. التركيز كأن هذا الطريق طريق غير آمن، انتبهوا لا تذهبوا إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذا معنى لماذا الإعلام يركز مع وجود هذه الحوادث في كل العالم، في بلادهم نفس الإعلام، الإعلام الفرنسي في بلده كم شخص يقتل خلال شهر، كم شخص يقتل من مجموع 30 مليون من الشعب الفرنسي، كم شخص يقتل؟ أكثر من هذا العدد بكثير، ضعف ضعفان 3 أضعاف. قلت لكم حسب هذه الإحصائية المفروض من كل 30 مليون في خلال شهر يقتل أكثر من 400 شخص في العالم، في أي مكان في العالم. شيء مفتضح مكشوف، يريد أن يغير الأنظار، يريد أن يبين شيئا آخر. في البداية إخفاء، في البداية تجاهل زيارة الأربعين، الآن لا يتمكنون فيركزون على هوامش وبطريقة فجة لا بطريقة ذكية. يعني ركز على أشياء ثانية، تركز على حوادث سيارات. نقاط ثانية، نقاط أخرى أيضا، نقطة ثالثة رابعة أتركها كي لا يفوتنا الأصل في هذا الكلام. هناك رواية شريفة، هذه الرواية الشريفة روعة من الروائع، كما هي الحال بالنسبة إلى كل كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحديث 66 من الكلمات القصار في نهج البلاغة. نصف سطر جدا جميل، يقول المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. لو كنت مخيرا بين أحد أمرين، إما حاجتك التي تحتاج إليها تفوت، وإما أن تطلبها من غير أهلها وهو يقضي لك الحاجة، لا، لا تطلب حاجتك من غير أهلها، اجعلها تفوت أهون، هذا أحسن من أنك تطلب هذه الحاجة وتقضى لك الحاجة من شخص ليس من أهلها. كيف نفسر هذه الرواية الشريفة؟ نفسرها تفسيرا شخصيا. أنا عندي حاجة شخصية، أنا مريض أريد العلاج، العلاج عند شخص من غير أهلها. لا، لا تذهب إليه، ابقى مريضا ولا تذهب إلى شخص من غير أهلها. هذا معنى، هكذا نفسر، تفسير صحيح ليس غلطا، هذا مصداق من مصادق الرواية الشريفة. لكن هذه الرواية الشريفة ليست خاصة بالحوائج الشخصية، الحوائج العامة أيضا كذلك. اجعل أمورك العامة تفوت أحسن من أنك تطلب هذه الحاجة العامة من شخص ليس من أهلها. كلامي ليس عن الإعلام فقط، الإعلام جانب، كلامي ليس عن زيارة الأربعين فقط، زيارة الأربعين جانب، لا. أنت لا تملك إعلاما، تحتاج في نقل قضاياك إلى العالم إلى الإعلام الفلاني، إلى الإعلام الفلاني من غير أهلها، لتذهب قضاياك لكي لا تطلب حاجتك من غير أهلها، فلتذهب حاجتك. سنوات لا ينقلون قضايانا المهمة إلى العالم، فليكن أحسن من أنك تطلب هذه الحاجة من الإعلام البريطاني، الإعلام الأمريكي، الإعلام الفرنسي. تذهب حاجتك، لا يصبح شيء. تفوت حاجتك، فليكن، فلتفوت حاجتك، هذا أهون من أن تطلب حاجتك من هؤلاء، هؤلاء الكذابين، هؤلاء الذين هكذا بكل وضوح يحاولون أن يحوروا قضاياك المهمة إلى قضايا هامشية. ما الذي أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إخواني،
أنت ابني بنائك على أساسك لا على أساس جارك. أساس الجار أساس قوي. إذا بنيت بنائي بيتي على أساس جاري هذا البيت يبقى 100 سنة. إذا أنا أريد أن أؤسس أساسا لا أتمكن أؤسس أساسا عاديا بيتي يبقى 10 سنوات. فليكن ابن لنفسك أساسا وابن بنائك على أساسك حتى لو بقي 10 سنوات، أحسن من أنك تبني بنائك على أساس جارك. جارك السيء يا رجل، جار حسن، جار هكذا. هؤلاء الإعلام العالمي أين؟ هذا جار سيء. لا، أتركه. في كل شيء، في القضايا العلمية أقول هذا الشيء، في القضايا العملية هكذا، في القضايا التنسيقية هكذا، التنسيق بين العلم والعمل. ابن بنائك، ابن بنائك بنفسك على أساسك. بناء ضعيف فليكن. سنوات قلت كلامي ليس عن الإعلام فقط، كلامي ليس عن زيارة الأربعين. كمثال أقول سنوات ما كانوا ينقلون شيئا عن زيارة الأربعين، لماذا الآن ينقلون؟ لماذا الآن كلهم اعترفوا خلال هذه السنوات الأخيرة، اعترفوا بأنه أكبر اجتماع بشري على وجه الكرة الأرضية، مع أنهم سابقا كانوا ينكرون. في اليوم الذي كان زيارة الأربعين 10 ملايين، 12 مليون، كانوا يقولون أكبر اجتماع بشري في المكان الفلاني، لا أريد أن أذكره، في المكان الفلاني 7 ملايين. عجيب، هذا أكثر من 10 ملايين، وذاك كذب أساسا، ليس 7 ملايين، أقل من مليون، أقل من الحج اجتماع، ذاك الاجتماع الذي كان يقولون عنه أكبر اجتماع سنوي. في البداية كذبوا وحاولوا أن يقولوا أنه لا، زيارة الأربعين ليست أكبر اجتماع، الآن اضطروا أن يقولوا. لماذا اضطروا؟ تعلم لماذا؟ لأنك أسست أساسا، لأنك بنيت بنائك على أساسك. صار عندنا بعض الإعلام رغم ضعفه، الإعلام الذي نملكه هو إعلام ضعيف، رغم ذلك الضعف الذي يوجد في إعلامنا، اضطر الإعلام العالمي، لا أقول إعلام محلي، الإعلام العالمي اضطر خلال هذه السنوات أن يعترف. لماذا؟ لأنك بنيت بنائك على أساسك، أسست إعلام لنفسك، خلص لا تحتاج إليهم. هم اضطروا، وإلا بدون هذا الإعلام الذي نملكه كانوا إلى 100 سنة لا يعترفون أن زيارة الأربعين أكبر زيارة. في المجال العلمي هكذا إخواني، الشيعة كم عددهم؟ 600 مليون، 700 مليون، أكثر، أيا كان، لا أقول كل الشيعة، والمفروض أنه أقول كل الشيعة، إنسان مؤمن، إنسان يعتقد بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا معنى الشيعي. لا أقول كل الشيعة، 10% من الشيعة لو انبروا، لو اهتموا أن يبنوا بناء لأنفسهم، نحن كيان ضخم في العالم، لو كان عددنا وعدنا أكثر من هذا، لو كان عددنا 600 مليون، والعدد أكبر من هذا، هذا ما يذكره الغربيون يعترفون به، العدد أكبر من هذا بكثير بوضوح. لو كان 600 مليون، 600 مليون عدد جدا كبير في العالم، 10% منا لو كان يهتم بقضايانا، القضايا التي تخص كياننا، بناء أسس. إخواني، هذه نماذج أقول، هذه أمثلة أقول، لا أقصد هذه الأمثلة. هل فكر أحد من شبابنا أن يكتب رسالة ماجستير، رسالته في الماجستير دكتوراه عن زيارة الأربعين، جوانب زيارة الأربعين؟ تكفي الجوانب التي ترى، تكفي لكتابة 10، 100 من الكتب، الكتب الجيدة العلمية، علمية، جانب علمي، جانب ميداني. كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه هكذا، تكفي. أحد منا فكر؟ إن شاء الله فكر، أنا لا أقول لا، ما عندي إحصائية، إن شاء الله فكر. أحد من شبابنا فكر أن يكتب رسالة دكتوراه عن أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، عن فلان من أصحاب الإمام سيد الشهداء؟ المعلومات التي هي بأيدينا تكفي، أنا رغم قلة معلوماتي في هذه الأمور، إذا أراد شخص أن يكتب رسالة دكتوراه عن زهير بن القين يتمكن.
أراد أن يكتب رسالة ماجستير دكتوراه عن حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه، يكفي عندنا معلومات، عندنا بحوث، أصلاً عندنا بحوث بعضها جاهزة، يعني تتمكن أن تستند إلى بحوث جاهزة مطبوعة، تستند طبعاً. أحد منا فكر؟ إن شاء الله فكر. أحد منا فكر أن يكتب رسالة دكتوراه عن الإعلام الشيعي؟ أحد من شبابنا فكر أن يكون عالم اقتصاد كبير؟ أحد من شبابنا فكر أن يكون سياسيا كبيرا عالما في السياسة، الجانب العلمي والجانب العلماني والجانب التنسيقي؟ صعب؟ لا ليس صعبا، صعب فيه شيء من الصعوبة هذا حتما، ولكن ليس شيئا صعبا جدا. لا تتمكن، 90% لا 80% منا يتمكن أن يشترك مع مجموعة يؤسس جانبا، أنا لا أقول تأسيس لكل الكيان الشيعي، لا، يؤسس جانبا يحتاج إلى تأسيس، مثال الإعلام مثال، مثال العلم مثال، ممكن، نعم ممكن، وليس بتلك الدرجة من الصعوبة التي يتصورها بعضنا. كيف نؤسس أساسا؟ البنية التحتية، ما يسمى بالبنية التحتية، البناء يقوم على هذه البنية التحتية، تأسيس أسس الأعمال الوقتية ضرورة، أنا لا أقول ليست مهمة، مهمة بل ضرورية، ولكن في جنب الأعمال الوقتية ابن بنائك يا أخي، أنت تريد أن تسكن في بيت إلى آخر عمرك يلزم أن تبقى مستأجرا، لماذا؟ أريد أن أبني بيتا، أحتاج إلى 10 سنوات، أحتاج إلى أموال، لا بد من صنعة وإن طال السفر. نعم، إلى أن يجهز هذا البيت تكون مستأجرة لا بأس، معقول، ولكن ابني 10 سنوات ابقى مستأجرا حتى يكون عندك بيت لنفسك. يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى أموال، كل شيء هكذا. ابنى بناء، اشترك في بناء، في تأسيس أساس في أي جانب. الكيان الشيعي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى آلاف من الأشياء، هذا الكيان الضخم، والأدوات موجودة، المادة موجودة، المادة العلمية موجودة، المادة المالية موجودة. يا أخي نحن نحتاج إلى بنوك، لا البنك صعب، البعض صنعه، صار أم لا صار؟ ماذا نحتاج نحن؟ كل واحد منا في جانبه في بعده يشترك في نفس الوقت الذي نعمل أعمالا وقتية وهي ضرورة، في نفس الوقت نبني أسسا. لا يحق جلدك مثل ظفرك، مثل المعروف، أنت إذا بنيت لنفسك لا تكذب على نفسك، العالم يكذب عليك، جارك هكذا، لا أقول جار جار يعني، لا يعني الآخرون، الآخرون هكذا يتعاملون معك في كل القضايا. هذا مثال إعلامي، في القضايا السياسية نفس الشيء، في القضايا السياسية يراعون مصالحك أبدا، النصارى يراعون مصالحك، اليهود يراعون مصالحك، البوذي يراعون مصالحك، لا أبدا، الآخرون حتى المذاهب الأخرى يراعون مصالحك، لا، أنت راعي مصالحك. كل كلامي جانب، هذا الحديث الشريف جانب، وهذا الحديث هو الأساس، أنا كلامي لا قيمة له. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. سجل هذه الرواية الشريفة في ذهنك، لا أقول حفظ كلمات، سجل تسجيل عملي: فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.
بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، 50 سنة، إن شاء الله لنا كيان كامل، كما أننا في غنى عن الآخرين في جوانب، نكون في غنى عن الآخرين في جوانب أخرى. فقهنا سابقا كان خليطا بفقه العام، بعض فقهائنا انبرى رضوان الله تعالى عليهم، انبرى ليصفي فقهنا من فقه غيرنا. نحن نظامنا نظام ثاني، نظامنا فقهنا يعتمد على الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في طرقنا. خلاص كاملا نحن الآن نملك فقها رصينا كبيرا مستقلا كليا عن الفقه الآخرين. خلاص انتهى ذلك الزمن، انتهى، لا نحتاج إلى الآخرين، بل هم بحاجة إلينا. فقهنا رصين جدا، الذي يفهم الموازين العلمية يفهم كم فقهنا أعظم بكثير، أعظم بكثير من فقه الآخرين. بنينا بناءنا على أساسنا، أساسنا قوي، أساسنا كلمات رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم ما عندهم هكذا أساس. بناؤنا رصين، أرصن، أقوى بكثير من بنائهم. قارن بين فقهنا وبين فقه غيرنا. هذا كمثال، الإعلام مثال آخر. في أمور ثانية عملنا، بنينا أسسا في الجوانب التي لم نبنى أسسا، نحتاج إلى بناء أسس. هذه الجوانب مثل تلك الجوانب، ذاك كان صعبا ولكن تحقق، هذه أيضا تتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. أني لا أضيع، الله عز وجل يقول أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا جميع معاصيه. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الدنيا والآخرة شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.